السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام. إذن جديد التحديثات بحول الله تعالى وجل المواقع العالمية لأحوال الطقس، وأيضا جل النماذج العالمية لأحوال الطقس تشير إلى منخفض أطلسي بحول الله تعالى قطع قوي ستأثر به المناطق الجزائرية. هذا المنخفض هو متمركز على المناطق الإسبانية هذا اليوم الأحد 25 من شهر أوت. ستتأثر المناطق الجزائرية ابتداء من يوم الاثنين مساء بأمطار معتبرة على المناطق الغربية ثم الوسطى فالشرقية بالتدريج بحول الله تعالى. هذا المنخفض أيضا قد يعطي أمطار معتبرة على المناطق الصحراوية وشمال الصحراء والواحات. أيضا أمطار ستكون حاضرة طيلة الأيام القليلة القادمة إلى نهاية شهر أوت على جنوب المناطق الجزائرية بحول الله تعالى. إذن بداية أيضا شهر سبتمبر ستكون ممطرة بحول الله تعالى وأجواء أيضا باردة شتوية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.